ما درب الكلام من راسي، انا جراح ودكتور قلب وافهم ما اقول يعني. واللي يقول لك هذا سمبوسة مضره وترفع الكوليسترول وترفع، لا ابدا، اما كانت السمبوسة مقرمشه وتقوطر زيت وتقوطر مقوطره ما هي بسمبوسة ابدا. تاخذ عليك بالعافيه، خذها وقولب به سدها، ها شوف عسل وليس زيت، ها شوف مفيد جدا، ها بعيد ما عليكم من العافية. وفي بعض الأحيان يعني يقصر عليه الزيت في البيت، فأروح لأقرب بنشري يعطيني ذاك الطاسة وأقول به بزوت السيارة، وأيضا مفيد جدا يعني، ما في مشكلة أبدا. ولكل من قال هذا الكلام أقول له وين أبحاثك، وين أبحاثك هذه، أنت من وين جبت الكلام هذا؟ وأيضا عصير التوت، واحد يجي يقول لي 3 كاسات عصير توت يعني 3 سكر، من وين جبت الكلام هذا؟ لا يرفع سكر ولا يرفع شيء، أنا أقول به وأدح فيه من يوم كنت صغير. أنا جراح ودكتور قلب وأفهم وأعي ما أقول أنا يعني. فالمطلوب منك الآن أنت، ها أبد، مقوطر زيت وشربة توت وقرمة زيت، وبعدها تحس بال أما بالنسبة للقيمات فهي أيضا هي مفيدة في ال، وأنا دكتور قلب وجراح وأفهم ما أقول. يا مرة يا مرة يا ولد وصبحت بورم عيون ومسيت وقلبي طريح، من بعد مزحولي عنده وصار حبك صحيح، وصبحت بورم عيون ومسيت وقلبي طريح. أخ يلي إذا جاءت عيني صدفة في عينك وأكيد، أخ يلي إذا جاءت عيني صدفة في عينك وأكيد، مربوك وحاير في أمري من فرح يغافل، مربوك وحاير في أمري من فرح يغافل. وحشني وانت بجنبي واشتاق اليك لو تغيب، واحسد عليك حتى نفسي واخشى يمسك غريب، وحشني وانت بجنبي واشتاق اليك لو تغيب، واحسد عليك حتى نفسي واخشى يمسك غريب. واخجل اذا جات عيني صدفة في عينك واسير، واخجل اذا جات عيني صدفة في عينك واسير، مربوك وحاير في امري من فرح يا غافير، مربوك وحاير في امري من فرح يا غافير.